لكل مشاهدي قناة صحتي في كل مكان، أهلا بيكم حلقة جديدة وبرنامجكم غرائب طبية. زي ما متعودين معانا بنقدم لكم كل ما هو جديد وغريب في عالم الطب. حلقتنا النهاردة هنتكلم عن متلازمة الظفر والرطفة. تعالوا نشوف فيديو مصور عن هذه المتلازمة ونعرفها أكتر، ابقوا معانا. بعد ما شفنا هذه المتلازمة هيعرفنا أكثر عنها من داخل الاستوديو معانا ومع حضراتكم الأستاذ الدكتور عبد الشافي حسيب، أستاذ الروماتيزم والمفاصل بكلية الطب جامعة الأزهر. أهلا بوجودك معانا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور، من المتلازمة اللي شفناها يعني اللي نقدر نفهمه منها ان هي بتصيب الأظافر والعظام ويصاب بيها على الأقل شخص لكل 50,000 شخص. عايزين نعرف من حضرتك التفسير العلمي لهذه المتلازمة وازاي بتصيب الأظافر والعظام. متلازمة الظفر والرطفة دي من الأمراض الوراثية النادرة، والمرض ده هو مرض بنسميه مرض وراثي سائد وليس متنحي، لان احنا عندنا نوعين من الامراض الوراثيه، في امراض وراثيه متنحيه وامراض وراثيه سائده. باختصار السائده بيبقى من الاقارب اللي هم من الجدود ثم الى الاباء والامهات، وطبعا اذا كان في اقارب هيبتدي يحصل تزوج بينهم، فهيبتدي ياخد هو من الجين اللي فيه المشكله من الاب مع الجين اللي فيه المشكله من الام ويجتمعوا في المريض. فده من الامراض الوراثيه النادره. المرض ده بقى المشكله ببساطه ان هذا الجين او هذا الكروموزوم اللي هو كروموزوم رقم 9، هذا الجين مسؤول عن تكوين انسجه معينه، زي ربنا سبحانه وتعالى بيخلق كل نسيج وكل عضو في الجسم بشكل معين. اذا حصل خلل في هذا الجين هيبتدي يحصل خلل في التركيب وفي شكل العضو ده. اللي بيحصل بالظبط ان بيتاثر بعض الاعضاء بخلل هذا الجين. من هذه الاعضاء اللي بتتاثر الاظافر والرطفه اللي هي او بنقول عليها احنا الصابونه او غطا الركبه. بيتاثر ايضا الكوع، ده في العظام طبعا، بيتاثر مفصل عظم الحوض، كمان بتتاثر الكلى، بتتاثر العينين، اعضاء كتيره بتتاثر نتيجه خلل في هذا الجين. دايما يا دكتور اذا بصينا للمتلازمات بيبقى اغلبها اسباب جينيه زي ما حضرتك ذكرت، دايما الشكوى فقط هتكون في الاظافر والعظام ولا هتكون في اماكن اخرى؟ وايه الاعراض اللي ممكن تظهر على الاشخاص، وهل فعلا النسبه اللي قلناها في بدايه الحلقه من شخص لكل 50,000 شخص هذه نسبه حدوث الاصابه ام لا؟ لو احنا بصينا لهذا المرض هنلاقيه انه يصيب اعضاء معينه وليس كل اعضاء الجسم. زي ما قلنا ان هذا الجين مسؤول عن تكوين الانسجه بشكل معين، فمثلا هنقول من الحاجات اللي بتتاثر بيه قوي الاظافر. الاظافر بنبص نلاقي ان الاظافر حصل فيها نوع من انواع، يا اما ان هي ما بتتكونش خالص، يا اما ان هي بتتكون بس بتبقى ضعيفه جدا جدا، بحيث ان هي بتبقى جزء بسيط جدا منها اللي ظاهر. عند الصابونه في العظام بقى بيبقى في خلل بقى تاني. ايه هو الخلل ده؟ ان الصابونه بتاخد حجم غير الحجم بتاعها، بيكون احيانا صغير حجم اصغر، عكس في اماكن اخرى الصابونه عظمها بتبقى حجمها صغير. بتبتدي كمان الاربطه اللي ماسكه الصابونه او ماسكه الرطفه بيحصل فيها نوع من انواع اللي بنقول عليها الارتخاء، فبتبتدي الصابونه تبقى مش ثابته في مكانها، فبيحصل بنقول عليها سبلكسيشن او خلع في الصابونه. فتملك المريض كل شويه بنلاقيه بيقول ايه، انا حاسس ان ركبتي مش ثابته وحاسس ان الصابونه بتتحرك من مكانها. ده نتيجة الخلل زي ما قلنا في عظم الصابونة نفسها أو اللي هي غطا الركبة أو الرطفة، وفي نفس ونفس الوقت في الأربطة اللي هي ماسكة في الصابونة. بنلاقي أماكن تانية برضو هنا بتتأثر، زي مثلا عظمة الكوع. عظمة الكوع بنلاقي هنا هو في بروز في عظمة الكوع،
نتيجة اللي هي بالنسبة لعظمة الذراع اللي هي عند مفصل الكوع، بنلاقي فيها بروز. البروز ده بيمنع حركة الذراع انه يمتد الى وضعه الطبيعي، فبنلاقي ان هو تملي فيه عملية تحديد في حركة الذراع. ايضا من ضمن الحاجات اللي هي بتتأثر مع عظم الحوض، وعظم الحوض بيحصل فيه زيادة في عظم الحوض، بحيث يبقى فيه بروز في عظم الحوض، وده بيبان من خلال الأشعة. ده العظام، ده فيما يتعلق بالعظام وبالأنسجة اللي هي الأربطة. لكن أكثر الأعضاء الأخرى تأثرا هي الكلى، ودي هي دي يمكن المشكلة اللي هي الوحيدة تعتبر الخطيرة في مثل هذا المرض، إذا تأثر المريض وإن كان التأثر والمضاعفات في نسبة 5% فقط من هذه الحالات. يعني نقدر نقول يا دكتور الكلى من المضاعفات في الإصابة، ولا الكلى من أحد الأعضاء اللي بتصاب في البداية زي الأظافر والعظام وبيبقى المتلازمة لازم بنحط شروط توافر أكثر من مكان بيصاب بيه الشخص، ولا بيبقى يعني النظر إليه طبيا إزاي؟ تمام. هو الكلى في حالات كتيره، يعني مش عامه، يعني مش هي الاساسيه الاظافر والعظام زي ما والعظام اتفقنا. تمام في بعض الحالات بتبتدي تتاثر الكلى. الكلى بتتاثر بحيث ان انسجه الكلى بتتاثر، بتؤدي الى تسرب البروتين، فبيظهر البروتين بينزل مع البول، فحتى بنقول ان الموضوع ده بنقول على البروتينوريا او ظهور بروتين في البول، وده على غير الطبيعي. فطبعا في مثل هذه الحاله دي مشكله، لان نزول البروتين كتير كتير ده هيؤدي الى بعد كده الى تلف في انسجه الكلى، ويصل في بعض الحالات زي ما قلنا في حالات حوالي 5% من الحالات الى ما يسمى بالفشل الكلوي، وان ده هيحتاج الى غسيل كلوي. لكن طبعا هي نسبه بسيطه جدا جدا. لكن اذا احنا هذا المريض اصيب بهذه المتلازمه، اول حاجه يهمنا ونحط عينينا عليها هي الكلى، سواء من خلال الإشاعات أو من خلال التحاليل، عشان نعرف الكلى اتأثرت ولا لأ، ومدى تأثر الكلى في مثل هذه الحالات. هل التشخيص يا دكتور بيكون بمجرد النظر الأظافر العظام؟ التشخيص بيحتاج إلى وسائل متقدمة أكثر، وإذا تم التشخيص الخطوة اللي من بعدها بتكون إيه؟ التشخيص بيكون من خلال العلامات الإكلينيكية على المريض، بمعنى إن المريض بيجي بيفحص طبعا كلينيكيا وبيكشف عليه، فبنلاقي المتلازمة بوصفها اللي هي زي ما قلنا ضمور في الاظافر او عدم تكون الاظافر اساسا في بعض الحالات، وبنلاقي زي ما قلنا وضع خلع للصابونه في غير مكانها، وبنلاقي بروز عند الكوع، وبنلاقي برضه هنا الم عند الحوض في عظم الحوض. دي كلها العلامات اللي بيبقى اكلينيكيا بنشخص منها. طبعا اذا شكينا طبعا في هذا الموضوع، طبعا احنا بندعم بقى هذا الظواهر الاكلينيكيه دي بالاشاعات. اقصر حاجه نطلبها هي اشعه عاديه، الاشعه العاديه ممكن تظهر لي التغيرات اللي بتحصل في العظم اللي احنا شرحناها في الحلقه، واللي هي وجود زوائد عظميه في بعض الاماكن. طبعا في هذه الحاله لابد من ان احنا نعمل فحوصات معمليه زي ما قلنا عشان استبعاد تاثر الكلى، فبنطلب تحليل البول، وبنطلب وظائف كلى، وبنطلب نسبه بروتين في البول في 24 ساعه. كل دي مع بعضها بتديني فكره هل هذا المريض اتاثر عنده الكلى ولا مجرد بس الجزء الاصابه شملت العظام ونسيج الاظافر. طبعا دي هي دي النقطه الاساسيه والمحك الاساسي في هذا الحال. في مثل هذه الحاله بقى اذا لقينا ان المشكله متعلقه بالكلى، لابد من التدخل بقى هنا باي علاج للكلى، او اذا كان في مشكله بدات تتاثر الكلى ووظائفها تتاثر، بنعمل له موضوع بيخش بقى في موضوع الغسيل الكلوي. وفي بعض الاحيان بقى خالص اذا حصل فشل في الكلى، طبعا بيحصل عمليه نقل للكلى. طبعا ودي حالات نادره جدا جدا في مثل هذه المتلازمات، او في مثل المرضى المصابين بهذه المتلازمه. اما فيما يتعلق بالعظام ده بيخضع للعلاج الطبيعي، وبيخضع الى لو كان في اي الام بيخضع للعلاج الدوائي، والعلاج الطبيعي بيبقى كافي جدا جدا مع تقويه العضلات وبتاع، كافي جدا ان هو يعني يحدد ويحد من هذه الاعراض، وان المريض طبعا في هذه الحاله بيعيش حياته، لكن بيبقى متأثر بنسب بسيطة جدا جدا في مثل هذه الحالات. غالبا بتبقى العلاج بيكمن في العلاجات الطبيعية واللي بيخضع إليها الشخص، يعني نقدر نقول إن هو بيتعايش مع المرض بشكل ما بشكل طبيعي إذا ما تم إلحاقه بالمضاعفات. هي الفكرة كلها ببساطة إن احنا في مثل هذه الأمراض الوراثية بصفة عامة، القاعدة اللي احنا بنحب تبلي نوضحها ونقولها في كل مرة، إني
الامراض الوراثيه فكرتها ببساطه هو فحوصات ما يعني الوقايه منها من خلال فحوصات ما قبل الزواج. هذه الثقافه احنا عايزين ناكد عليها وننشرها في المجتمع المصري. يا جماعه فحوصات ما قبل الزواج سواء كان زواج اقارب او غير اقارب، مش شرط والاولى اقارب فقط. الاقارب والاولى الاقارب، يعني لو انا عندي نسبه هتحصل من المرض في الاقارب عاليه يمكن في غير الاقارب هتكون اقل شويه، لكن في الاثنين مطلوب. لكن ثقافه فحوصات ما قبل الزواج عايزين ان احنا نؤكد عليها، لان الموضوع ده هيجنبنا مشاكل كتير جدا جدا وامراض، ورغم انها قد تكون امراض نادره ولكن قد تكون في بعض الاحيان لها مشاكل ولها عواقب وبتؤثر على الانسان. واحيانا في بعض هذه المتلازمات بيبقى بيحصل انواع من الاعاقه بتؤثر نفسيا وتؤثر جسديا وتؤثر على وماديا من كل النواحي. فالفكره كلها في مثل هذه المتلازمه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، ان الاولى والاصح والوقايه من خلال فحوصات ما قبل الزواج. الفحوصات دي بتظهر لي لو في اي مشكله في جين من الجينات او في الكروموزومات، بتاخد عينه من الدم او من الكروموزومات وتتفحص على اجهزه الفحص، اذا ظهر ان في اي مشكله بيتلافى او ان احنا بنمنع مثل زواج اذا كنا هنثق ان هذا الزواج وخاصه في الاقارب هيؤدي الى جنين في مشاكل او في تشوهات او انسان بعد كده يعاني من اي اعاقات. ففي مثل هذه الحالات الوقايه هي خير من العلاج، ما انتظرش اما تحصل هذه الامراض ثم بعد كده ادور على علاجها، لكن اذا حصل بقى خلاص يبقى زي ما قلنا قبل كده من خلال علاج الكلى وعلاج العظام وعلاج الاربطه طبعا. وده من يعني حسن الحظ ان في مثل هذه المتلازمه ان هي التاثر كده قليل جدا جدا، وتاثر العظام لا يعوق حركه الانسان ولا يؤثر عليه في حياته مع يعني اليوم التعايش. استاذ الدكتور عبد الشريفي حسيب، استاذ الروماتيزم والمفاصل بكليه الطب جامعه الازهر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا والمعلومات القيمه اللي قدمتها للساده المشاهدين. شكرا لحضرتك. وبكده اعزائي المشاهدين نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا معانا، واستنونا وحلقات جديده وبرنامجكم غرائب طبيه. الى اللقاء.